السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. انا جيتكم عاوتاني، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غندير لكم هاد لي لازاني. المهم تبعوا معايا المراحل ونبداو على بركه الله. بالنسبه لي لازانيا البنات، غادي نحتاج جوج بصلات مشلضين، غادي نحتاج نص كيلو ديال الكفته، وغادي نحتاج لواحد جوج خيزوات محكوكين باش ما كيخليوش لينا ديك الحموضه في مطيشه، وغادي نحتاج الملحه، ورقه سيدنا موسى، وغادي نحتاج المطيشه بواحد الكميه كثيره باش ما كتجيناش لي لازاني ناشفه، وغادي نحتاج زيت الزيتون بطبيعه الحال. هذا بالنسبه للراغو. هما هنا تيقولوا لي هاد لاصوص ديال المطيشه اللي بالكفته كيسميوه هنايا الراغو، كاين اللي كيدير فيها حتى عويات ديال الكرافس. انا ما كتعجبنيش صراحه، ما كيعجبنيش المذاق ديال الكرافس مع لي لازاني، كيجي بيا الله بحال كنشرب في الحريره. المهم اللي بغى يديرو يعني اختياري، انا ما كنديروش. المهم انتم تبعوا معايا المراحل البنات. انتم غادي ندير البصله كامله، يعني جوج بصلات، حيت انا غندير لاطا كبيره. كاين اليوم عندي الناس يعني كاين الناس بزاف. المهم انا نتوما غادي تشوفوا معايا، يعني كل واحد يدير قياسه، يعني الا كان نصف كمية. هنا غادي ناخذ نص كيلو ديال الكفته كيف ما كتشوفوا، صافي. غادي سيدنا موسى، وغادي ندير البصل الملحه، وغادي ندير زيت الزيتون، يعني الكميه الكافيه ديالي. ما كنديرش لا عطريه لا والو، يعني كافي هادشي اللي درت راه كافي. صدقوني البنات راه كتجي زوينه، ما كتجيش كاع حتى حامضه، الحموضه ما كتلقايهاش حيت غندير فيها الخيزو محكوك. حتى غادي في الاخر كنزيد واحد المعلقه ديال الحليب حتى كيوجد ليا لاصوص. انا غنديرها فوق النار البنات. بالنسبه للكفته ديالنا والبصله ملي كيتشحروا مزيان كيف ما كتشوفوا، صافي. المهم البصله كتبان لينا صافي طاحت، يعني ما بقاتش واقفه صافي. دابا غادي نزيد عليها الصوص ديال المطيشه، نزيد الصوص المطيشه ديالي كما كتشوفوا، ها هو. صافي غادي نزيد، انا غنزيد الخيزو محكوك يعني الجزر طبيعه الحال. هذه غادي ندير شويه في الماء. دابا غادي صافي، دابا غادي نزيد الخيزو محكوك كما كتشوفوا، هذوك الريوس حتى هما اش كيحيد لينا ديك الحموضه، يعني ما كتبقاش. صافي البنات دابا غادي نغطي عليه ونخليه يطيب على خاطر غنقص العافيه ونخليه يطيب. هذا هو اللي كيقولوا ليه الراغو. يلا البنات، بالنسبه للسوغو ديالنا ولا لاصوص ديالنا اللي كنا وجدنا بالكفته ديال لي لازانيا وكما كتشوفوا وجد، صافي. دابا البنات غادي نزيد عليه صوص بيشاميل. انا صراحه ما عنديش الوقت بزاف، خديتها جاهزه، والبنات اللي عندهم الوقت راه تيصايبوها في الدار، كنظن ان كلشي كيعرف يصايبها. واللي ما كيعرفش يكتب لي ان شاء الله ندير معاكم حلقه ديال ندير معاكم فيديو ديال الصوص بيشاميل. صافي هنايا خديت هذه فيها شي 500 غرام، وحده درتها هنا. قلت لكم انا غندير طاوه كبيره حيت حنايا كاينين اليوم بزاف عندي ضياف، وداك الشيء علاش درتها. درت هنا نص كيلو ونص كيلو الاخر، انا غنوريكم الطريقه كيفاش غنديرها. هو النصف نص الكيلو الاخر غادي نستعملهم اللي غنبدا نفرش لي لازاني ديالي. صافي هذا غنخلطو. والبنات بالنسبه اللي بغات دير مثلا لي باط عادي، يعني باستا بحال ما كوب بلاصوص فيه الكفته، حاولوا الا جاكم حامض ديروا فيه معلقه ديال الحليب، ولكن حتى الاخر ماشي ديروها، وزيروا شويه السكر يعني اللي تيبغي الحلاوه. شي البنات لي لازاني اللي مهم فيها هو هاد لاصوص هذا. الا كان لاصوص حامض ما زوينش، وهذا واخا ديري فيه الفرماج واخا ما غاديش تجي زوينه. الحاجه اللي مهمه هو هذا، تذوقوه وتشوفوا واش بنين شنو خاصو كتزيدوا. وبالنسبه لي هنا انا زدت واحد شويه، واحد المعلقه صغيره ديال الكوزه
صافي البنات دابا ان شاء الله غادي نبداو نسحو لي لازاني ديالنا في الطابله. صافي البنات هنايا غادي ناخذ الراغو كما كتشوفوا، غندير الطبقه الاولى كنديروها ما كنديروش فيها الفرماج. علاش ما كنديروش الفرماج؟ باش ما كيتحرقش لينا. البنات كنبدا نستفلي لازاني ديالي كما كتشوفوا، هنا راه كما قلت لكم ما كنديرش فرماج باش ما كيتحرقش. صافي كنبقى على هاد الطريقه، كنظن انا كلشي عارف. مهم صافي صافي، وكندير ثاني الطبقه الاخرى ديال لاصوص. صافي البنات من بعد ما درت الطبقه الاولى يعني غير لاصوص بالراغو هذا، كندير الطبقه الثانيه ديال درت الباستا يعني لي لازاني هادو فرشتهم كيف ما شفتوا. صافي درت عليهم دابا يا لاصوص، غادي نزيد البيشاميل كيف ما قلت لكم كنخليها يعني كنديرها بحال ما هكا، انا عزيز عليا تبقى بحال ما هكا بيضه كتبان. صافي غادي ندير الفرماج محكوك بحال ما هكا، يا البنات راه كتبغي الفرماج. صافي وغادي ندير الجبن الموتزاريلا. دابا غادي ندوز للطبقه الثانيه الجهه المعاكسه، في الاول كنت حطيتهم بحال ما هكا، دابا غنحطهم بحال ما هكا الجهه المعاكسه. صافي كنبقى غادي على نفس الطريقه يعني ثاني غندير لاصوص صافي كنبقى على هاد الطريقه ثاني كندير لاصوص هنايا كنزيد لا بيشاميل. كاين اللي كيدير في هذاك الفرماج المربع كل واحد وطريقته، ولكن صدقوني بحال ما هكا كتجي حسن، غير جربوه. صافي غادي ندير الفرماج وغادي ندير الجبن الموتزاريلا. صافي وغادي نزيد الطبقه الاخرى يعني على حسب لاصوص اللي عندي. قد ما الطبقه الاخيره هذه كما كتشوفوا هي راه كتبغي لاصوص باش ما تجيكمش ناشفه. صافي دابا عاوتاني غادي نزيد هي الطبقه الاخيره. صافي ملي كتوجد بحال ما هكايا كنديروا عليها هنايا البيشاميل والفرماج والموتزاريلا. صافي غندخلوها الفران طيب. بالنسبه لازاني ديالنا هي وجدات كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا، انا كنحمرها بحال ما هكا كتعجبني ديك التقرميشه الفوقانيه يعني الطياب يعني كل واحد وحسب الذوق يعني كل واحد يطيبها كيف ما، انا كنحمرها بحال ما هكا كتعجبني كتجيني مقرمشه. هانتوما كيف ما كتشوفوا عاد خرجتها من الفران كتجي على كنقدموا على هذا الشكل هذا. المهم الى اول مره كتشوفوا الفيديو ما تنساونيش من لي لايك والاشتراك معايا في القناه، وشهية طيبة وشكرا لكم على المتابعة.